السلام عليكم خواتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب، بلا ما ننسى اخوتنا اللي في الغربه. الاولمبياد على هذا الجهاز، اول ميداليه ذهبيه في هذا اليوم، اليوم الرمزي، البطله الجزائريه التي تعرضت لعده انتقادات في السابق، ولكن لما اختارت الجنسيه الجزائريه جو سي با هذا العدد النتيجه ايموشن. والله العظيم غير نقول لك حاجه، سي فرحه ما تقدرش توقعها، يعني لنا والمدربين تاعها كاع، وهديه كما قلت هديه للشعب الجزائري ان شاء الله. بعد ما سمعنا بالامس النشيد الوطني الجزائري قسما دوا في فرنسا، وهذا عنده رمز تاريخي مهم جدا جدا، التفوق كيليان مور طبيعه الحال يرجع للعمل الكبير اللي تقوم به، العمل الكبير نتاع المدربين تاعها اللي حاولوا يهيئوها لمنافسه عالميه كبيره مثل الالعاب الاولمبيه، والحمد لله تحصلت على ميداليه كما تكلمنا بالامس ذهبيه الاولى بعد 12 سنه غياب على اخر ميداليه ذهبيه حصلت عليها الجزائر. لكن دائما نرجعوا للاساس، قضيه كيليان مور قضيه مهمه جدا وحالتها مهمه جدا. كيليان مور تعرضت لاصابه في نادي فرنسي وكانت قريبه للمنتخب الفرنسي، الاصابه نتاعها خلات النادي الفرنسي يتخلى عليها. كاين شخص اللي كان موراها وهو اللي جابها للجزائر ووصلها للجزائر، هذا الشخص تعرض العديد من الحملات التشويه، تعرض الحملات ممنهجة، نعطيكم أنا بالدليل ممنهجة في الجزائر، هنا في الجزائر. هذا الشخص زعماء الهيشر داروا عليه حصص وحصص، وجايبين ناس متابعين قضائيا واتهمتهم العدالة الجزائرية باش يلطخوا صورة هذا الشخص. هذا الشخص بفضله هو طبيعة الحال، بلا ما نرجعوا اللاعبة وأيضا المدربين تاعها، لكن بفضله هو قدرت تنضم للمنتخب الوطني الجزائري للجمباز، وقدرت تشرف الجزائر وتجيب ميدالية ذهبية. هو حماد وزير الرياضة البطل الأولمبي السابق. هذه الهيشر وزعماء الهيشر ما يعرفوهاش باللي حماد بطل أولمبي. ماهوش خاطي القطاع، ماهوش خاطي الرياضة، بل بالعكس بطل أولمبي. حماد البطل الاولمبي هذا لزعماء الهيشر عملوا المستحيل باش يشوهوا الصوره نتاعو، لكن انسان ناجح ناجح. انسان حقق انجازات للجزائر، حقق القاب للجزائر، جاب ميداليه للجزائر في الالعاب الاولمبيه. ما تقدرش تنحيها له. اذا حماد شرف الجزائر. حماد واصل العمل نتاعو كمسؤول، واتصل بوالد كيليان مور اللي اسمه جمال نمور. اتصل به وباش يحاول يضم اللاعبه هذه للمنتخب الوطني الجزائري، كانها على طريقه روراوا دو القانون الباهاماس، لكن هذه في مصلحه الجزائر. كل النشيد تاع الوطني البارح دوا في فرنسا هو النشيد الوطني تاع قسما، العلم الوطني ترفع، هذه الفائده. مولوده في فرنسا، مولوده في المانيا، في انجلترا، في الولايات المتحده، المهم مثلت العلم الوطني الجزائري، مثلت العلم الوطني الجزائري، هذه تكفي. اذا الفضل الكبير يعود لحماد وزير الشباب والرياضه اللي الهيشر ما يبغيهاش، هذه حقيقه. حماد هو اللي اتصل بالوالد نتاع اللاعبه كيليان مور وحاول انه يضمها للمنتخب الوطني بعد ما فرط فيها النادي نتاعها، يعني النادي بسبب الاصابه وتخلى عنها. الجزائر احتضنتها بفضل ماذا؟ بفضل الرجال على راسهم حماد البطل الاولمبي السابق والوزير الرياضه الحالي. هذه حقيقه، لا بالي الهيشر ما يبغوهاش، لكن هذه حقيقه. حماد هو اللي جاب كيليان مور مثل ما عمل روراوا هو اللي جاب بن ناصر احسن لاعب في افريقيا في كاس افريقيا 2019. حقيقه، هذه حقيقه، هذه ما فيهاش غسل دماغ ولا هيشير ولا كذب، حقيقه ما تقدرش تخبيها. حماد اللي تعرض لهجومات ليلا نهارا من بعض زعماء الهيشر وبعض المتابعين قضائيا، هو اللي جاب، انا بالنسبه لي مشارك في الميداليه هذه حوالي اكثر من 50% مشارك فيها هو. لو كان كيليان مور راحت مثلا لفرنسا ولا جنسوها قطر كما يجنسوا اللاعبين الجزائريين في قطر، ما كانش ميداليه.
نقول لكم ما كانش ميداليه ذهبيه بالامس. في حقيقه الفضل الكبير يعود لحماد، هذه حقيقه. ما ناش نقصوا من قيمه اللاعبه ومجهوداتها وايضا المدربين تاعو حذر وعمل كبير، هذه حقيقه. صح لو كان مع حماد ما تدخلش وجلبها للجزائر، اسكو كانت تجي الجزائر؟ ما كانتش تجي. وزراء سابقين وغيره وغيره، ما عندهمش علاقه بالقطاع اصلا تاع الرياضه، ولا واحد انتقدهم، ولا واحد تكلم ولا انتقدهم. حماد اهل الاختصاص، حماد ولد القطاع، حماد اللي تحصل على ميداليه شرف بها الجزائر في العاب الاولمبيه وبعدها ولا وزير، كيفاش سمى هذا ولد القطاع كيفاش؟ واللي ما عندوش علاقه بالرياضه وزير مليح، ولا ميداليه حصلناها، وزراء فاتوا صح ولا واحد يتكلم. تو فا بيان. كي جا حماد حماد وانا عارف علاش حماد يهاجموا، على بالي علاش، والقضيه واضحه وضوح الشمس. اول حاجه ماذا بهم ميداليه ما تحصلوا عليها باش ندخلوا في حي، لكن الحمد لله دخلنا التاريخ. والهيشر البارح بات في الانعاش، انا اعطيكم معلومه رسميه، الهيشر البارح بات في الانعاش، كان ماذا به ميداليه ما تحصل عليها، هذه الاولى. الثانيه علاش الهجومات على حماد؟ لان حماد بالنسبه لنظر الهيشر، نظر الهيشر انه حماد هو اللي جاب صادي بالقوه، هو اللي فرض صادي كمترشح وعاونه بالقوه، رغم انه نعطيك معلومه من اكد وقلتها في وقت سابق، مرشح الدوله الجزائريه ومرشح السلطه هو وليد صادي، حبيته ولا كرهته الدوله اقتنعت باللي لازم شخص يكون تخرج من مدرسه روراوا، شكون هو وليد صادي. خلاص فضت الحكايه، فضت الحكايه، ما عنده حتى علاقه مسكين مع حماد، ده غير دخلوا اسمه هكاك برك، عنده حتى علاقه حماد، هجوم هكاك مجاني على حماد. اذا شكرا جزيل الشكر لحماد البطل الاولمبي الوزير الحالي على جلب هذه الجوهره للجزائر، هذه الجوهره اللي شرفتنا ورفعت العلم الجزائري ودوت نشيد ودوى نشيد الوطني قسما وين في فرنسا، هذه عندها رمز كبير. اذا الف 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 شكر وبرافو لوزير الشباب والرياضه الحالي حماد البطل الاولمبي السابق كما قلت على هذه الجوهره، وبرافو ايضا لكيليان امور، وبرافو لمدربي تاعها اللي رافقوها وعاونوها وساعدوها. اذا في الاخير متقارنه مع مزمن الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.